السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير ومبروك عواشركم. اول حاجه بغيت نشكر لاباط غوت سبوت الجديده ولاباج ام سي اف موروكان كار فاميلي والجروب نيد فور سبيد، دائما كيبارطاجيو لي فيديو ديالنا وكنشكرهم بزاف. وصلوني بزاف لي ميساج على هادشي بغيت ندير هاد الحلقه هادي. بزاف ديال عمليات النصب تيطراو في البيع والشراء ديال الطوموبيلات، تنذكر بالبيع والشراء وانا هضروا عليه بالتفصيل. اول حاجه بشحال من واحد تيمشي تيشري طوموبيل تيجمع الوريقات ديالو اللي كيتكاتب فيهم في المقاطعه ولا فيزيت تكنيك وداكشي كيجمع كيمشي يدفع داكشي سيرفيس ديميل كيتسنى واحد الوقيته باش يتخرج ليه كارت كريديت ديالو تيمشي تلقى الطوموبيل ما يمكنش تدوز بسميتو فيها حجز او تعرض. حجز او تعرض هو ملي تيكون هذاك لا بيرسون اللي بعت لك الطوموبيل عندها مشكل مع الضرائب ولا شي حكم قضائي وتيحزوا ليه على الاملاك ديالو كاملين ماشي غير الطوموبيل، تيقلبوا كذا ملي تلقاو عنده طوموبيل كارت كريديت بسميتو تيوقفوا الدوسي كيتحيد الدوسي ما عمر يمكن تدوز الطوموبيل سميت واحد اخر. الدوله تتخدم على باش ما يطراوش هاد عمليه النصب دايره واحد لو سيت سبيسيال باش الناس يقلبوا على الطوموبيلات واش فيهم حجز ولا تعرض. انا نخلي لكم هاد لو سيت هو www.assiaqa.card.ma/oppub/. غتقلب فيه وغتشوف واش الطوموبيل فيها شي مشكل. ثاني مشكل صعيب شي شويه هو فوس كيتونس. هادشي تيكون في الطوموبيلات سبورتيف بزاف وتيكون في الطوموبيلات الغاليين. شنو هي فوس كيتونس؟ شي واحد تيدخل الطوموبيل من برا تتكون ما فيهاش الوراق ولا تكون فيها شي خواض بحال هكا ولا غتجي للمغرب غديكلارا بانها مسروقه، تيخرجوا ليها كيتونس ديال الديوانه مزور كيدفعوه في سيرفيس ديمين. المهم بلا ما ندخل في لي ديتاي راه تيكشي كتخرج الطوموبيل اون ريغ عندها الوريقه ديالها مزيان، ولكن على برا تتكون دائما ريشيرش وفي الديوانه ما كاينش الدوسي ديالها. هذا اخطر حاجه وكيخافوا منه الناس بزاف، البيع وشريته وتيخافوا منهم كيبغيوش يدخلوا فيه حيت كيدي الحبس هذا الا شدوك. والمشكل فين كاين هو الا مشيتي خرجتي بالطوموبيل على برا يقدروا يشدوك ويديو لك الطوموبيل، وما الا شداتك الديوانه ديال المغرب كتخلص الديوانه ديالها اليبوك x5، وهذه صعيب باش تقلب وتعرف انها ماشي فوس كيتونس. كاين دي سيت على برا نقلب وغنخلي لكم دي ليان لتحت، ولا الا عندك شي كونتاكت في الديوانه تقدر تعطيه لا بلاك ديال الطوموبيل وتشيكي واش الطوموبيل تدونات فري ولا لا. واللي بغى كيفاش يقلب الطوموبيل راه ديجا درت فيديو قدامين غنخلي لكم لي ليان لتحت باش تقلب الطوموبيل من جهه لا ميكانيك لا طولغي وداكشي ديال مي كيغيروا الكيلومتراج. كاين المشاكل ملي تتبيع الطوموبيل تاعهم. مشكل انك ملي كتبيع الطوموبيل شي واحد وكتكاتب معاه هو دا الكارطونه وداكشي باش يقلب بسميتو، فهاديك هذيك الوقيته اللي كتقلب تيقلب الوراق بسميتو تما تيوقعوا المشاكل. يقدر يكون داز هو في رادار، داز في لوطوروت، ما خلصش، هرب ولا شي حاجه، وداكشي دايما تيوصل لك نتايا غير فهاديك لابيريود ديال الشهر تتوصل بسميتك. اذا من احسن حاجه هي ملي تكاتب مع شي واحد دايما دير معاه هذاك الالتزام وخليه وصور الوراق كاملين باش تكاتبتي معاه وتا فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالو. ملي كيوقع المشكل راه الحل هو تلتجأ للمسطره القضائيه، يعني دير شكايه عند وكيل مالك. هادشي الا السيد ما بغاش يتارونجا معاك وما بغاش يخلص شي غرامه ماليه عليه ولا شي حاجه باغ اكزومبل الرادارات اللي كيهرب في لوطوروت، كاع هادشي راه كتبع مول كارت كريز. وكاين ما كيقلبش الطوموبيل بسميتو كاع وكتبقى تابعك لا فينيات وكاع المشاكل اللي تتبعو الطوموبيل، يعني هادشي دائما خصك تحضي معاه. الا كان عندك هاد الوراق هادو الا وصلتك شي حاجه حتى كتمشي دير شكايه لوكيل مالك كيعيطوا لك البوليس كياخذوا الاقوال ديالك، انت كتكون محمي حيت ما تعرفش هذاك السيد يمشي في الطوموبيل يضرب بها شي واحد ويهرب يبقى غادي في الرادارات حتى تيتجمعوا لك لا فينيات.
الناس اللي ما خلاوش فوتوكوبي ديال الوراق من باعوا الطوموبيل راه ممكن تاخذ ديك لاضات تتمشي لديك المقاطعه راه كيعطيوك كوبي وبهذيك لا كوبي تقدر دير بها لي بروسيدور جوديسيير كاع الا وقع لك شي مشكل مع شي واحد ما بقاش كيجاوب ما حتى شي حاجه. انا وقعت لي انني بعت واحد الطوموبيل في 2012 سيد مشى ما قلباش بسميتو مازال تيجوني لي فينيات وعكست عليها مازال ما قديت المشكل وليني واحد النهار عيطوا لي البوليس قالوا لي بان الطوموبيل ديالك ضربات واحد البوطو ديال الدوله. نط شنو درت عطيت الاقوال ديالي قلت لهم بان الطوموبيل تبعتها لاضاتها فوقاش فوقاش خذوا الاقوال ديالي باش يتابعوا السيد ولين لا فينيات مازال تبعاني مازال خصني نجمع دوك الوريقات مازال خصني نجمع دوك لي بروف بانني بعت الطوموبيل انا مازال عندي لاضات يعني غنمشي للمقاطعه وغنجمع دوك الوريقات وغندفعهم لدار الطالبه ولا اقتضى الامر نقدر ندير شكايه بداك السيد اللي بعث لي الطوموبيل باش نحمي راسي انا باش الا طرات شي حاجه تلقاو دائما انك انت داير واحد الشكايه باش كتحمي راسك من اي مشكل. الناس اللي كيبيعوا الطوموبيل لشي واحد اللي غيعاود فيها البيع وتيبغيو ما يبغيوش يديروا وكاله باش تيفيت داكشي كتقول لي انا ما يمكنليش ندير وكاله واني كاين شي وحدين تيديروا واحد طرق باش كياخذ منك وكاله بلا ما تعيق. مي كدير انت كتعمر الكارطونه اللي كتعمر فيها لي زانفورماسيون ديال الطوموبيل كيخشي معاها ورقه ديال وكاله تيقلبها وانت كتبقى تسني وما تتعيقش براك راك سنيتي على وكاله تيمشي هو تيديروا لي بديك الوكاله وبسميتك وتقطع بها لاسيورونس وكلشي. كنتمنى تكون عجبتكم الحلقة وبغيتكم تبارطاجيوها كاع مع الناس اللي كتعرفوا باش الناس تزاد لهم هاد المعلومة هادي وما يطيحوش في هاد المشاكل هادو. الحلقة الجاية بتنظر على واحد ثلاثة السيارات اللي ديرني جينيراسيون ديالهم سيات ليون اودي اتروا والغولف ويت ونشوفوا شنو الفرق اللي كاين بيناتهم وشكون اللي حسن. شكرا لكم ومبروك عواشركم.